بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات اللانجز او الرئتين. وهنكمل كلامنا تحديدا عن البلوره او الغشاء اللي هو بيحيط باللانجات او بيحيط بالرئتين. لما نيجي نتفرج على المنظر ده زي ما احنا شايفين كده، هنجد ادي الايه اللانج او الرئه. هنجد هنا اول طبقه اللي هي اللي بتبقى ملاصقه للانج، دي بنسميها الفيزرال لاير، ودي اللي بتغطي اللانج وممكن كمان تخش في الشقوق او الفيشرز اللي موجوده زي ما احنا شايفين كده. الطبقه الخارجيه دي عندنا بنسميها البرايتال لاير، الطبقه اللي بره، ودي الطبقه اللي بتبقى موجوده على الشيست وول. وخد بالك، يبقى من الناحيه دي بتبقى موجوده على الايه الشيست وول، او بتبقى مبطنه للشيست وول من الداخل. لو جينا بصينا الناحيه الثانيه هنجد برضو عندنا طبقتين، طبقه اللي هي الطبقه اللي هي الفيزرال دي اهي مكملها معايا جوه، واخد بالك، مبطنه اللانج، وفي برضو طبقه برايتال. وبالتالي انا عندي هنا برضو طبقتين فيزرال وطبقه ايه برايتال. بس خد بالك بس من الفرق ما بين البرايتال هنا والبرايتال هنا. كده كده الفيزرال سواء كان من ناحيه اللاتر من ناحيه بره او من ناحيه ميديال، الطبقه الفيزرال كده كده بتحيط باللنج وبتحيط بالفشرز، بينما الطبقه البرايتال من الناحيه دي هتبقى مبطنه او موجوده ناحيه الايه الشيست وول او الجدار بتاع الشيست، انما من هنا هتبقى ناحيه الميديا ستاينا اللي هو الحته دي اللي هي بيتواجد فيها الهارت. وبالتالي يجي يقول لك البرايتال لاير هي عباره عن الطبقه الخارجيه من طبقات الايه البلورا، وبتتواجد من ناحيه اللاترال، بتتواجد ناحيه الشيست وول، ومن ناحيه الميديال بتبقى موجوده عند الايه الميديا ستاينم، او بتبقى لايننج للميديا ستاينم. يعني بقى هبدا ان انا اشيل برضو اللانجات بقى واشيل الميديا ستاينم، وابدا ان انا اتفرج على البلورا بشكل اوضح شويه، اللي هي طبعا ملونه باللون الازرق ده زي ما احنا شايفين. عايزك بس يعني تثبت كده بقى شويه مفاهيم. اول حاجه عندك الجزء اللي هو موجود فوق من البلوره ده، اللي هو الجزء اللي بنسميه السيرفايكال بلوره، او الجزء العنقي من البلوره اللي هو الموجود ناحيه الايه بلوره، او ممكن نسميه كوبيولا، واخد بالك. في عندك تاني جزء من البلوره اللي هو بيبقى ناحيه الضلوع او ناحيه الربس، فبياخد الصفه من الضلوع فبنسميه الكوستال البلوره. عندك هنا تالت بيان، هو مش جزء من اجزاء البلوره ولا حاجه، لكن بس يعني هو بيان كده على الماشي بيقول لك ان الحته ديت اللي هي بيتواجد فيها حاجه اسمها الروت اوف ذا لانج، واخد بالك، او الجذر بتاع الرئه. الحته دي بيخش فيها طبعا البرونكاي، انت فاكر الرسمه ديت، ادي التراكيه اهي، وهنا البرونكاي. الحته ديت طبعا اللي هي تقريبا المنطقه اللي احنا بنسميها الروت اوف ذا لانج، هناخدها ان شاء الله يعني بالتفصيل بعدين موضوع الروت ده، بس اعرف كده الحته اللي هي بيخش فيها الايه البرونكاي دي بنسميها الروت اوف ذا لانج. عندنا الروت اوف ذا لانج، عندك بعد كده بتبص تلاقي تحت الروت اوف ذا لانج كده في حته كده نازله كده، شايف انت الحته دي، تمام، بنسميها البلمونري ليجمنت، حته كده الناس دي بنسميها البلمونري ليجمنت. في عندك برضو هنجد في عندك برضو بالنسبه لمساله البلوره، هنجد هنا برضو كوستال بلوره، برضو نفس الحته اللي هي موجوده فوق، يعني هنا دي كانت كوستال بلوره، وهنا برضو اللي تحت دي بنسميها الكوستال بلوره، باعتبار ان هي الجزء اللي بيبقى موجود جنب الربس او موجود جنب الضلوع. طيب في عندنا كمان هنا، شوف هنا السهم بعيد اهو وصل لغايه جوه، الحته اللي هي بتبقى من البلوره اللي هي بتبقى ملاصقه للميديا ستاينم، زي ما اتفقنا مع بعض، هنا الجزء اللي هو الاخضر ده اللي هو بيتواجد فيه الهارت او القلب ده بنسميه الميديا ستاينم، والجزء اللي هو من البلوره اللي بيبقى موجوده عند الميديا ستاينم ده بنسميه الميديا ستاينال بلوره، او البلوره الملاصقه للميديا ستاينم. بالتالي لما اجي هنا هنجد الجزء ده يسمى الميديا ستاينال بلوره. هنيجي برضو تحت هنا هنجد الجزء ده اللي هو من البلوره الملاصق للديافرام او ملاصق لعضله الحجاب الحاجز، ده بنسميه الديافراجماتيك بلوره، طبعا ديافراجماتيك بلوره نسبه للديافرام. يبقى انا كده عندي اجزاء كتير للبلوره، عندي السيرفايكال بلوره، وعندي الكوستال بلوره اللي هو بتبقى ناحيه الضلوع، تمام كده، وعندي الميديا ستاينال بلوره اللي بتبقى ناحيه الميديا ستاينم، وعندي الديافراجماتيك بلوره اللي هي بتبقى ناحيه الديافرام. يعني انا عندي اربع اجزاء من الايه البلوره. بس ملحوظه واحده متعلقه بمساله السيرفايكال بلوره، بنيجي نبص طبعا ده برضو منظر الايه الثراسيك كيج اهو، هنجد ادي اللانج اهي اللي هي لونها موف ديت، هنجد هنا طبعا ادي الايه البلوره اللي هي لونها ازرق، تمام. هنيجي نبص مع بعض كده هنجد الجزء ده من البلوره ده بنسميه الكوستال بلوره، او بلوره اللي هي خاصه بالايه وتحت الضلوع او الربس، وهنا برضو ده الجزء اللي هو العلوي ده بنسميه السيرفايكال بلوره، او الجزء العنقي من البلوره. هنجد فوق السيرفايكال بلوره بقى في عندي هنا غشاء، عندي هنا غشاء او ممبرين بنسميه السوبرا بلورال ممبرين، او الغشاء اللي هو لك فوق الايه البلوره. كده يعتبر اخذنا الاجزاء الاربعه لك للبلوره، السيرفايكال والكوستال والدافراجماتيك والميديا ستاينال، وان شاء الله نكمل كلامنا عن البلوره واللانجز لك في فيديوهات قادمه.